كجسد بلا روح متوقف عن الحركة. هكذا تبدو صورة البنك المركزي بمحافظة الجوف بعد إغلاقه وتوقفه عن الخدمة لعدة سنوات، وبالرغم من مناشدات أبناء المحافظة لإعادة تفعيل نشاطه باعتباره الشريان المغذي لعمل المكاتب الخدمية والإدارية، بالإضافة إلى مرتبات الموظفين في هذه المحافظة المغيبة عن اهتمامات حكومة الشرعية، لا سيما محافظ بنكها المركزي الذي لم يتفاعل مع توجيهات الرئاسة لفتح فرع البنك بالجوف. البنك جاهز، حاولنا نرممناه، جهزناه، النظام جاهز، ولكن وفي توجيهات من رئيس الجمهورية، وإلى الآن والبنك متوقف. ولا شك أن عجلة التنمية في المحافظة متوقف على البنك. أسباب غير معروفة جعلت من هذا البنك عاجز عن العمل وغير قادر على تقديم الخدمات، فيما ترجع السلطة المحلية كل ذلك إلى الإهمال والتجاهل الفعلي لهذه المحافظة على الرغم من تحريرها من الميليشيا. بالنسبة لمحافظة الجوف حررت في نهاية 2015، كانت هناك متابعات حثيثة من قبل قيادة السلطة المحلية، وارسلنا إلى عدن والتقينا مع ممثل البنك قائم بأعمال البنك، وعدونا بسرعة فتحه، لأنهم إلى الآن سنة يعني ما قد لم يستجيبوا للمطالبات لقيادة المحافظة. حالة معيشية صعبة يعيشها المواطنون في محافظة الجوف نتيجة لاستمرار توقف فرع البنك، ناهيك عن جمود الحركة التنموية في المحافظة، في الوقت الذي تشهد المحافظات الأخرى المجاورة حركة غير مسبوقة في البناء والتطوير. كل المحافظات المحررة تم فتح البنك المركزي إلا محافظة الجوف، يجب عليهم النظر والتذكر أن هناك محافظة في الجمهورية اليمنية اسمها محافظة الجوف، محافظة مدافعة ومن المحافظات الأوائل المدافعة عن النظام الجمهوري. جرت العادة في محافظة الجوف أن تمحى من أذهان الكثيرين ممن يعتلون كرسي السيادة، وهو نهج سلكته أنظمة متعددة لتغدو الجوف في سلة المهملات لوحدها من بين محافظات اليمن. تبقى الجوف حبيسة الانتظار لانتشالها من مستنقع الحرمان والتهميش الذي عاشته لعقود من الزمن في ظل حكومات متعاقبة. صالح مبخوت لقناة سهيل، محافظة الجوف.